ممكن يعني بما اننا ايقنا تماما اهميه ان احنا نتعرف على صوره الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، ممكن توصف لنا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. وصفه سيدنا الهند بن ابي هاله، وصفه سيدنا علي بن ابي طالب، وصفه عدد من الصحابه. اخبروا انه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان ربعه من الرجال، اي ليس بالطويل شديد الطول البائن ولا بالقصير الممغط المضغوط، كان منتصف متوسط الطول، وكان بدنه متوسطا ايضا متماسكا صلى الله عليه وسلم. كان وجهه صلى الله عليه واله وسلم مضيئا، ليس بالمدور وليس بالحاد، ولكنه الى التدوير اقرب قليلا. حتى سئل بعض الصحابه: هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ قال: بل كان كالقمر، اي في الاضاءه صلى الله عليه وسلم. كانت له عينان واسعتان مع طول في آخرهما يزينهما، وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم مكحلتين بكحل القدرة الإلهية، أكحل العينين صلى الله عليه وسلم، أدعج، أي شديد سواد السواد، شديد بياض البياض، أي فيهما صفاء. وكان على عينيه حاجبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مقوسين جميلي الهيئة، وقيل أن بينهما اتصال، وقيل لا، لم يكن بينهما اتصال. والسبب في الاختلاف قالوا النور الذي كان بين عينيه صلى الله عليه وسلم. كان له بين عينيه عرق يدره الغضب، إذا غضب انتفخ هذا العرق الذي بين عينيه صلى الله عليه وسلم. وكان طويل أهداب العينين، أي الرموش، كانت طويلة رموشه صلى الله عليه وسلم. كان سهل الخد وضاء الجبين، لونه إلى البياض أميل، ليس بالأبيض الأمهق الشديد ولا بالأسمر الشديد، ولكن إلى البياض يميل مشربا بحمرة، أي أزهر اللون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان كف اللحية، نفسي وروحي له الفداء. كان شعره صلى الله عليه وآله وسلم أسودا، وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في 63 من عمره، وعدد الشعرات البيض التي كانت في شعره وفي لحيته لا تتجاوز 20، قيل 17 وقيل 14 وقيل 12 شعرة، غالبها عند صدغيه وفي عنفقته الشعر الذي يكون أسفل الشفة، وقليل في لحيته. وكان واسع الفم، ضليع الفم صلى الله عليه وسلم، فصيحا إذا نطق، شديد بياض الأسنان كأنها حبات اللؤلؤ كما وصفها الصحابة. كان بين سنتيه ثنيتيه التي اللتان في المقدمة نوع من الفراغ يسمى الفلج، كان أفلج الأسنان صلى الله عليه وسلم، إذا تبسم أضاء مبسمه صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم كأن الدر يخرج من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. كان شعره صلى الله عليه وسلم إن أطلقه وصل إلى منكبيه، وقيل إلى أذنيه، وإذا وصل إلى المنكبين قصره، كان شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا اعتمر أو حج حلقه جميعه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. كانت عنقه كأنه جيد دمية، كان عنقا براقا جميلا، حتى أنه إذا شده أحد، جبذه أي شده من ردائه بعض الأعراب الأجلاف يطلب منه المال، قال: حتى رأينا أثر شدته وجبدته في عنقه، كان في صفاء الفضة عنقه صلى الله عليه وسلم. كان عريض المنكبين، ضخم عظام المفاصل مكسوة بلحم، فكان مهابا إذا أقبل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال من رآه كأنه أقبل في جيش، وصفوه فقالوا: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. إذا التفت صلى الله عليه وآله وسلم لمن يحدثه التفت بكله صلى الله عليه وسلم، يلتفت بكله احتراما وأدبا مع من يتحدث معه، إذا تكلم مع أحد أصغت الآذان والأسماع، والصحابة كأن على رؤوسهم الطير، وإذا كلمه أحدا لم يقطع على أحد حديثه. كان له شعر صلى الله عليه وآله وسلم على رأس كتفيه، وليس في صدره كثير شعر، وإنما كانت مسربة، أي خيط من الشعر ممتد من لبته صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إلى سرته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب، أي كأنه ينزل من منحدر بغير ارتباك في مشيته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ملأ الله قلوبنا بمحبته.